بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. ايتنا النهارده من سفر اعمال ابائنا الرسل الاطهار الاصحاح الخامس عدد 29 بتقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. عنوان هذا السفر ايها الاحبه يرجع للقرن الثاني الميلادي. العنوان ده لا يدل على ان السفر خصص لذكر كل اعمال ابائنا الرسل الاطهار، على قد من القصد منه اظهار كيفيه تاسيس الكنيسه المسيحيه الاولى بين الامم بعمل روح الله القدوس. عشان كده نلقى ان سفر اعمال ابائنا الرسل هو المرجع الاصلي الدقيق السمين جدا لبيان تاريخ الكنيسه المسيحيه الاولى ونشاتها. ايتها النهارده بتعبر وبتفكرنا بحادثه مهمه من حوادث هذا التاريخ العظيم اللي قالها هو معلمنا القديس بطرس الرسول مع ابائنا الرسل الاطهار، ما قالوهاش على منبر للتعليم ولا مجرد ايه في الكتاب المقدس للتعليم النظري فقط، ولكن قالوها في اختبار عملي ومحبه حقيقيه لمخلصنا الصالح يسوع المسيح. نلقى ان هم قالوها في ظروف صعبه جدا، قالوها امام مجمع لليهود، اكبر مجمع لليهود هو مجمع السنهدريم، قالوها امام رئيس للكهنه اللي كان بيامرهم بان هم ما يبشروش للمسيح، ومع ذلك وقفوا امامه وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. وقف القديس معلمنا بطرس الرسول يبشر ويعلم بموت المسيح على الصليب وموته وقيامته في الوقت اللي كانوا يضطهدوهم فيه ويحاربون فيه، لدرجه ان هم يقول عنهم الكتاب المقدس حنقوا عليهم في قلوبهم، كانوا بيتشاوروا فيما بينهم ازاي يتخلصوا منهم. ما كانش في حد واقف جنب الاباء الرسل زي ما اتذكر في اصحاح 5 سوى واحد بس اسمه غملائيل معلم الناموس، لدرجه ان هم جلدوهم ثم اطلقوهم. يا ترى احنا لو في موقف عملي وفي تصرف عملي، هل هنصرخ مع معلمنا بطرس الرسول ابائنا الرسل ونقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ولا في وقتها هنقول ان ده مجرد تعليم نظري في ظل الظروف المريحه، وقت العملي هننكر الوصيه ونفضل كلام الناس على كلام الله؟ طيب ازاي اطيع ربنا اكتر من الناس وانا ما اعرفش الوصيه؟ هنا الكلام على ان طاعه الوصيه بتتدرب اولا معرفه الوصيه، يعني انا لازم ابقى عارف ايه المطلوب مني وربنا امرني بايه، واكون مفتش جيد للكتاب المقدس. وده اللي امرنا بيه رب المجد يسوع المسيح في يوحنا 5 عدد 39 لما قال لنا فتشوا الكتب لانكم تجدون، لانكم تظنون ان فيها حياه ابديه ليكم وهي تشهد لي. عشان كده احبائي عدم المعرفه دي ممكن تؤدي بنا الى الهلاك، خلاص يعني نفقد حياتنا الابديه وخلاصنا الابدي، زي ما بيقول كده هوشع النبي في هوشع 4 عدد 6 هلك شعبي من عدم المعرفه. طيب المشكلة الأكبر من كده إن إحنا نكون عارفين الوصية لكن وكمان بنكون بنعلم بيها، ولكن للأسف ما بننفذهاش، ودي خطية أعظم ودينونة أعظم. يمكن سفر الأمثال سليمان الحكيم صح 19 عدد 16 بيقول كده آية خطيرة جدا، يقول حافظ الوصية حافظ نفسه، يعني الذي يطيع الوصية بيحفظ نفسه، بس بعد كده بيكمل يقول والمتهاون بطرقه يموت. الإنسان اللي بيتهاون بخلاصه وحياته الأبدية إنسان بيموت في خطيته. يمكن ده بيوضح لنا قول رب المجد يسوع المسيح لما طوب الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه ويطيعونه. بولس الرسول في ترسونيك الثانية الإصحاح الأول عدد 8 بيحذرنا وبيقول لنا كده في نار لهيب الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح. يجب علينا أيها الأحبة أن نطيع الوصية، ولكن قبل طاعة الوصية يجب علينا معرفتها ودراستها والتفتيش في الكتاب المقدس. طيب أنا هطيع الوصية لغاية إمتى؟ ده هيخلينا نتكلم في النقطة الثانية، إن الطاعة دي تستلزم الاستمرار حتى النهاية، حتى الوصول لمكاننا الأبدي، حتى أن نصل إلى إكليل حياتنا الأبدية. طيب هل طول حياتنا كده هنعمل إزاي؟ يقول لنا القديس بولس الرسول في فيليبي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. طب طول حياتي وأنا بتمم خلاصي بخوف ورعدة أعمل إيه؟ يقول لي كده في عبرانيين 13 عدد 7 انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. عشان كده من جمال كنيستنا في طقسها انه بتحط قدامنا ايقونات القديسين عشان نبص على نهايتهم ونتمثل بايمانهم. طب ليش معنى النهايه؟ النهايه خير، يعني نهايه امر خير من بدايته زي ما الكتاب بيقول. ممكن الانسان يبدا كويس جدا لكن ينحرف عن طريق خلاصه ويهلك زي يهوذا الاسخريوطي كده لانه ما كملش حياه الطاعه. طيب يا رب احنا محتاجين نتمم خلاصنا، يا رب احنا ناظرين الى نهايه سيرتهم. كمان قديس بطرس الرسول يقول لنا وقت ما احنا نكون ناظرين اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمس من يبتلعه. خلي بالنا ونتذكر دائما ان يسوع المسيح نفسه لكل مجد اطاع حتى الموت، موت الصليب زي ما بيقول لنا قديس بولس الرسول في فيليب 2 عدد 8. اخيرا يا احبائي فلنحذر طاعه الشيطان والاشرار والغوايه.
في ناس بتطيع، لكن لما نبقى نبص عليهم كده لهم بيطيعوا الشر، الشيطان، أصدقاء السوء، أصدقاء الشر، زي كده على مثال مشورة أخي توفل أو المشورة اللي قدمها أصدقاء رحبعام ابن سليمان وكانت سبب في انقسام المملكة. في ناس ممكن تطيع شهواتهم الجسدية، في ناس بتطيع غواية الحية، وده اللي بيحذرنا منها القديس بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الإصحاح السادس عدد 12، بيقول كده: لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت، يعني ما تملكوش الخطية لكي تطعوها في شهواته. اوعوا تملكوا الخطية على جسدكم اللي مات مع المسيح في المعمودية. دعونا أحبائي نتذكر كيف كان مصير البشرية لما سمعت أمنا حواء لغواية الحية، فدخلت الخطية والموت والأوجاع والأحزان والموت إلى كل البشرية نتيجة هذه الخطية، نتيجة لسماع وطاعة وصية الشيطان وترك وصية ربنا. أحبائي محتاجين نسمع وصية ربنا، وبعد ما نسمعها نكون عارفينها كويس وننفذها كويس عشان نقدر نصرخ مع معلمنا القديس بطرس الرسول وأبائنا الرسل النهاردة: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. خلينا نسمع قول القديس يوحنا زابيل فم بطريرك القسطنطينية لما قال: يا أحبائي لنكن شجعان في كل مخاطرنا في حياتنا الروحية، لأنه لا يوجد ما يرهب ذاك الذي يخاف الله، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الآبدين.